كيعجبنا كنجبني كل عام كتجبني انا ووليداتي وراجلي راجلي قناوي تيضرب السنتير عزين عليه قناوه تزوجت به الخت انا عزين عليه قناوه انا دابا عزين عندنا فيستيفال كل عام كنجيو ليه منين كتجيو نتوما كنجيو من مراكش كتجيو كل عام كل عام كيجيوكم شي حاجه اللي كتجيبوها قناوه تيجبنا فيها موسيقتها كلشي فيها زوين كلشي فيها زوين كتعجبنا حنايا حنا تقريبا انا كانت عزيزة عليا ولكن زاد حببني فيها راجلي تحببني فيها بزاف انا راجلي تقريبا كل ليله كيضرب قناوه في الدار عندنا عزيزين عليه بزاف وزاد حببني هو في هذه الموسيقى الموسيقى ما تحتاجش شي واحد هي الموسيقى روحانيه وحاجه مزيانه وصافي كتجيو تبارك الله انت ووليداتك وليداتنا واش تنجيو تنفيها تنفوجو في نفس الوقت تنصنتوا لهذه الموسيقى واش الموسيقى عرفتها غذاء الروح شي حاجه اللي تيتصنت لها الانسان وتدخل له دابا حنا تعزيزه عندنا الموسيقى وفي نفس الوقت تنغيروا الجو وتنخلقوا السعاده